يوسف راشين النظام الاساسي للمنظمه التعليم كان يعتقد انه غادي خفاش يخرج يكون واحد يخفف من حركه تاع الغضب تاع الاساتذه والموظفين تاع التعليم، ولكن العكس هو الذي وقع. علاش وقع في هذا النظام الاساسي؟ وقع ما وقع لان وزاره التربيه الوطنيه للاسف لم تلتزم بما اتفقنا عليه خلال جولات الحوار. مجموعه من الاشياء مواد اتفقنا عليها وتم يعني حذفها اما بشكل نهائي او مراجعتها في اخر لحظه يوم 20 جوتمبير. النقاش حول التعويضات كان حتى اليوم 20 جوتمبير عاد تعرض للجدول ديال التعويضات، رغم ان اتفاق 14 يناير كيتكلم على ان التعويضات ستكون موضوعا مرسوم مستقل عن النظام الاساسي. ثم انه مجموعه من الملفات الفئويه للاسف النظام الاساسي اما لم يستجيب لها بشكل كلي او حلها بشكل جزئي، وهو ما لم يرضي طبعا الفئات المعنيه. وبالتالي فالغضب اليوم هو مبرر مشروع، ويجب ان يتم التفاعل بشكل سريع مع المطالب ديال النساء والرجال التعليم. المركزيه النقابيه دارت جلسه حوار مع رئيس الحكومه سي عزيز اخنوش، يعني واش تظن بان الجلسه هذه غتخفف من الوتيره تاع الغضب ولا غتكون ما تكون دون فائده؟ أول عبرة بالنتائج، لأنه للأسف وهذا الشيء كنقولوه لما كيكون الحوار الاجتماعي وكتكون التزامات ولا يتم تنفيذ الالتزامات فكيولي فقدان الثقة في المؤسسات، سواء مؤسسات مجتمعية أو مؤسسات رسمية ومن بينها طبعا مؤسسات الحوار. وبالتالي من أجل إعادة الثقة يجب أن نذهب في اتجاه تنفيذ الالتزامات. اليوم تم الاتفاق على تعديل ومراجعة النظام الأساسي، فالمطلوب الآن هو أنه بسرعة نمشيو بشكل مباشر للقضايا التي يجب تعديلها من أجل إعادة الثقة ومن أجل الاستجابة طبعا المطالب ديال النساء ورجال التعليم، لانه مجموعه قطاعات درت انظمه اساسيه كان عندها اثر مادي على الاوضاع المعيشيه ديال الموظفين، الا قطاع التعليم اللي ما استجبش بشكل كلي لكل المطالب ديال النساء ورجال التعليم، خاصه في ظل الاوضاع اللي كنعيشوها ديال الارتفاع ديال معدل التضخم، ديال الغلاء، ديال تدهور القدره الشرائيه ديال النساء ورجال التعليم، الاجور متدنيه. يعني ما يكفي نقولوا مثلا ان اليوم الاجره ديال رجل التعليم بدايه مسارو المهني اللي تتعدى 1.4 سميك، بينما هذه واحد 30 سنه قبل كانت اكثر من جوج مرات السميك. وبالتالي هذه هي المطالب الاساسيه اللي بالاضافه طبعا للملفات الفئويه ومجموعه من المطالب الاخرى المرتبطه بظروف العمل وساعات العمل وغيره، وهذا الشيء كله يجب ان نعيد النظر فيه في هذا النظام الاساسي. المركزيه النقابيه وجدت راسها يعني متهمه من طرف التنسيقيات، بعض التنسيقيات يقولوا بان المركزيه النقابيه ما دافعتش على الملف تاع التعليم بشكل الكريم ودار جلسات حوار عقيمه مع السي بن موسى، اش ترد عليهم؟ وضحنا بما فيه الكفايه انه يوم 20 شتنبير عرضت علينا اخر نسخه من النظام الاساسي، هذه النسخه مختلفه تماما على القضايا اللي اتفقنا على فيها خلال طيله جلسات الحوار. ويوم 20 شتنبير عبرنا بوضوح عن رفضنا لهذا النظام الاساسي، وتم الاتفاق مع وزاره التربيه الوطنيه انه عندنا 10 ايام من اجل تعديل مواد النظام الاساسي، الا انه مره اخرى الوزاره تخلف هذا الالتزام وتحيله مباشره على مجلس الحكومه. وخرجنا مباشره يوم 29 اكتوبر ببلاغ واضح يرفض، يوم 29 شتنبير ببلاغ واضح يرفض هذا النظام الاساسي، واعلنا على معركه نضاليه اللي كانت يوم الخميس اعتصام ديال اعضاء المجالس الوطنيه، وهي اول خطوه في مسار نضالي اللي غنستمروا فيه الى حين تحقيق المطالب ديال النساء والرجال.